بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، دفين مصر في صفح المقطم بجوار سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري والسادة الوفائية، نفعنا الله بهم جميعا وبعلومهم في الدارين، آمين. الحديث 71، حديث فضل الصدقة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. هذا الحديث المشهور، وهو الذي تصدق بصدقة فأخفاها ونوى أن يعطيها لأول من يلقاه، فتصدق بصدقة يبدو أنها كان مبلغ كبير بدليل أنها اشتهرت، قالوا تصدق على، لو كانت صدقة بسيطة ما كانتش اشتهرت، فيبدو أنه كان مبلغ ضخم يعني، فوضعها في يد سارق. الناس ثاني يوم كترت الكلام، قالوا تصدق الليلة أو اليوم على سارق، فسمع الخبر، دليل أن هو كان بيخفيها ما عرفش مين اللي تصدق، فلما خرجها مرة تانية لأنها وقعت في غير مستحق، فراح تاني يوم قال برضو أول من أقابله أعطيه إياه، فأقابل امرأة عطاها طلعت زانية، فتاني يوم قالوا برضو تصدق على زانية، فلقى الصدقة تاني مرة برضو وقعت في يد غير مستحق، فألما أحاول مرة ثالثة، فثالث مرة برضو مع أول من يلقيه فطلع رجل غني، فقالوا تصدق اليوم على غني، ما عملش بقى كفاية، اكتفى بقى، وقال في الآخر: حمد الله على قدر الله، الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني، يعني معناه في مقدر، الحمد لله على الصدقة، يعني مش الحمد لله على ان ده سارق، لا، الحمد لله على اني تصدقت على صدقة. يبقى فيه ايه؟ حذف، حذف معروف ضمنا من بلاغة العرب ان هو ما يكررش الحاجة المعروفة ضمنا على اساس انها معروفة. فأتي، يبدو ان ربنا بعت له ملك بقى في صورة انسان يعلمه بقى ويفهمه ايه ما حدث، او اتي في منامه ربما من باب المخاطبات التي تحدث للاولياء. فاتي فقيل له: اما السارق فلعله يترك السرقه، لانه يعرف ان رزقه ممكن يجيله بطريق غير السرقه، فيترك السرقه، ولعله دي لما تاتي من قبل الله معناها تحققت، يعني السارق تاب، يبقى لعله عند الله بالتحقيق كويس. وبعدين على الزانية، قال له: لعلها تستعف، لأن يبدو أنها كانت بتزني لأنها فقيرة بتزني للأجر،
فلما رأت ان جالها رزق حلال ومبلغ كبير يكفيها فاستعفت عن الزنا وكان سبب لتوبتها. وبعدين الغني الظاهر كان بخيل، فلما الرجل الغني لقى واحد صدق بمبلغ كبير كده تجود بنفسه، فقال يعني خلي عندك دم بقى كلم نفسه يعني، واعتبر وبدأ يطلع صدقة ماله وكده. لعل 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 معناها حصلت هذه الأشياء، وكانت صدقته سبب في توبة السارق وتوبة البغي وتوبة الغني البخيل ببركة صدقه مع الله. كويس، ده خلاصة الحديث. فبيتكلم هنا سيدنا أبي جمرة بقى بيعلق على هذا الحديث، بيقول ظاهر الحديث يدل على أن دوام حسن المعاملة مع الله يوجب رفع المنزلة، والكلام عليه من وجوه، منها الدليل على صدقة السر أنها أفضل الصدقات فيما تقدم من الشرائع كما هي في شريعتنا. ربنا بيقول إن تخفوا الصدقات فنعما هي، مش كده برضه؟ يبقى إخفاء الصدقة أفضل وأولى وأعلى لأنها بعيدة عن الرياء وعن الشهرة. في ناس دلوقتي يتصدق قرب الانتخابات عشان الناس ترشحه، فده ما ينفعش، دي مش صدقة، دي تنفع دي من أجل دنيا، مش كده برضه؟ في واحد تاني يتصدق علشان مثلا إيه يشتهر في وسط الناس ويبقى دي يعني إيه يعني ذكر حسن من أجل الدنيا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جات له بنت حاتم الطائي فأكرمها كرم بالغ، لأن النبي كان يحب مكارم الأخلاق، فأبوها كان مشهور بالكرم الشديد، فأجلسها على عباءته، ودي كان عند العرب يعني إنه يقلع عبايته ويعملها لها مفرش تقعد عليه، دي يعني ما فيش أكرم من كده إكرام بقى. فلما دخلت بنت حاتم الطائي راح خلع العباءة وأجلسها عليها وقال إن أبوك كان يحب مكارم الأخلاق، فهي طمعت فقال أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ يعني النبي بيحبه حتى وهو مش من أهل الجنة لأنه بيعمل بخير بيطعم الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى بيتكلم بالوحي ما فيش مجاملات، قال لا، إنما كان يفعل ذلك لسمعة يتسمعها. وبالفعل ربنا اداله أجره في الدنيا، أي كرم يقول لك ولا حاتم الطائي، خلاص اداله أجره، أنت كنت عايز السمعة خدتها، إلى يومنا هذا نقول ولا كرم حاتم لحد يوم القيامة، فاداله السمعة اللي هو عايزها. فهمت بقى؟ إنما فعل ذلك لسمعة يتسمعها، يبقى صدقة السر بعيدة عن السمعة دي. فهمت بقى؟ يعني عشان كده بيقول لك إن صدقة السر دي في كل الشرائع السابقة عن شريعتنا، ثم جاءت شريعتنا أيضا تؤيدها أنها من أفضل الصدقات عند الله، لأنها فيها الإخلاص وفيها الإيمان بالغيب وفيها أنه هو لا يرجو ثوابها في الدنيا، أنه عايز ثوابها الآخر. وعشان كده الصيام لأنه برضو عبادة سر، ربنا سبحانه وتعالى يقول أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والنبي سمى الصيام عبادة الصبر وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لانه عباده سر برضه. الصيام ممكن تبقى صايم ومحدش دريان بيك انك صايم، مش كده برضه؟ لكن لما تيجي تصلي والناس شايفينك بتصلي، تقرا قران اللي شايفين تقرا قران، قاعد في مجالس العلم وشايفينك، بتصاحب الصالحين شايفينك، بتروح تحج كل سنه او يجيبوك من المطار ويقابلوك ويكتبوا لك على البيت حج مبرور وذنب مغفور وسمعه. الا الصوم ده سر، وقيام الليل برضه في غير التراويح يعني بقيه السنه عبادات سر كلها، فدي ايه عبادة تلاقي عند الله مقامها عالي قوي. المهم فبيقول لك هنا ايه، يؤخذ ذلك من قوله فخرج بصدقته فوضعها فاصبح الناس يتحدثون بالصدقه ولا يعرف لها صاحب، عشان كده قالوا تصدق تصدق اليوم على، يعني مش عارفين ان تصدق، يبقى دليل ان هي كانت سر لا يعرف لها صاحب. وفيه دليل على جواز مفاوضة المرء مع نفسه فيما يفعله من الخير، يؤخذ ذلك من قول لأتصدقن بصدقة، الكلام ده كان بيكلم نفسه بيبين العزم مش بيكلم الناس، النبي بيحكي حوار بينه وبين نفسه، لأن ممكن تبقى الصدقة خاطر يخطر على بالك انك عايز تتصدق، فإذا تحول إلى حديث نفس ثم عزم وهم وفعل صارت هناك حديث مع النفس،
فده كان لأتصدقن اليوم. ده كلام بينه وبين نفسه بيبين صدق عزمه على فعل هذا. ولم يذكر مع من، مع من يعني الحديث، فدل أن ذلك كان مع النفس، وفيه من الفائدة تحقيق النية. وفيه دليل أن تحقيق العمل لله وتخليصه من الشوائب أنجح الوسائل، يؤخذ ذلك مما من عليه من البشارة بلعل لعل 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 السارق يتوب، لعل الزانية تتوب، ولعل الغني يتصدق. هذه معنى لعل لعل لعل، اللي هي الثلاث لعل اللي فيه. بعد بذل جهده في معروفه ورضا بما جرى له فيه، وعلى أن التخير للصدقة مطلوب، يعني مطلوب برضو أنك أنت تتخير في من تضع الصدقة، تحطها في موضعها، لأن هو برضو كان عايزها توضع في موضعها، فلما لا وقعت في السارق أمعدها تاني. ليه؟ لأنه يريد أن يتحرى أن تقع في موضعها. هذه المسألة. وعلى أن، يعني ويدل على أن التخير للصدقة مطلوب في من تقدم كما هو في شريعتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لصدقاتكم. وعشان كده النبي قال لا تحل الصدقة لذي مرة قوي، لا تحل الصدقة. الحديث كده مروي في ابن ماجه والترمذي وأبي داود، لا تحل الصدقة لذي مرة قوي. واخد بالك ازاي؟ لو واحد قوي كده، مرة يعني مروة، المصريين يقول لك وريني ايه، وريني في مين عنده مروة، يعني مروة يعني ايه قوة يعني. واخد بالك ازاي؟ يعني لا تحل الصدقة لذي مرة قوي، يبقى لابد تتحرى تديها الواحد عاجز فقير لا يجد عمل، لا يجيد صنعة. النبي كان ايه؟ تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف. الكل ده اللي هو لا يجيد صنعة وغلبان، محتاج وعنده أولاد، هتعمل إيه؟ ده يحتاج صدقة. أو أصيب بعجز، عنده مرض، عنده شلل، مسكين، عنده حاجة منعته من العمل، كان قاعد في رابعة فجات له طلقة نارية فعملت له شلل نصفي، ده مش كده، الحاجات دي كلها يبقى يحتاج. واخد بالك؟ وهكذا. يبقى إيه؟ تتخير الصدقة للي محتاجها. فهمت؟ يؤخذ ذلك من إعادة الصدقة لما سمع أنها في غير مستوجب له. ولا تخلو الصدقة أن تكون فرضا. لو كانت الصدقة دي فرض وعرفت أنها وقعت في غير مستحقها وجب عليك إخراجها مرة أخرى. يعني أنا بطلع زكاة مالي، زكاة المال لابد أن تكون تقع في يد مسلم فقير حي. يعني ما ينفعش أطلع صدقة الزكاة أجهز بها ميت. تجهيز الميت صدقة بس مش من الفريضة، مش من الزكاة. لو عملتها وجب علي إخراجها مرة أخرى. طب افرض إن أنا أخرجتها لمسلم وعلى إني بعتقد إنه مسلم، طلع مسيحي وعرفت بعد كده إنه مسيحي، وجب علي إخراجها مرة أخرى. فهمت بقى إزاي؟ لأنها وقعت في غير إيه؟ محلها. دي في صدقة الفريضة وجب علي إخراجها. ليه؟ لأنك ضامن لصدقة الفريضة أن توصلها للمصارف الثمانية اللي ربنا قال عليهم في القرآن. وإحنا المصارف الثمانية دلوقتي تقلصت في زماننا، بقت أربعة بس، ما بقاش في المؤلفة قلوبهم، نادرا ما بتحصل دلوقتي. لو عرفت إن واحد مسيحي أسلم وفقير اديله، بقت مؤلفة قلوبهم، لكن مش كل واحد بيعرف. ما فيش في الرقاب، ما فيش دلوقتي رق عشان تقول، ما فيش العاملين عليه. كويس؟ ما بقاش في العاملين عليه كمان. أدي ثلاث مصارف ضاعوا مننا، مش لاقيينهم، لان خلاص ما بقاش في حد موظف بيجمع الصدقه ويديها للبيت مال المسلمين والحاكم يوزعها، ما بقاش في هذا العامل عليه. والسبيل لله اللي هو الجهاد، الجهاد بالسلاح. دلوقتي الجهاد بالسلاح متوقف لغياب امام المسلمين اللي هو اصلا هيقول للناس تعالوا جهدوا. فخصوصا دلوقتي ان الجيوش دلوقتي جيوش نظاميه وبتسلح من ميزانية الدولة، فخلاص ما بقاش بقى فيه في سبيل الله. وانا هطلع زكاة اجيب دبابة واديها للجيش اتصدق بيها على الجيش، مش هيقبل. فهمت ازاي؟ ما اعرفش اجيب له مثلا مدفع واديها للجيش، الجيش خلاص بيشتري الحاجات دي من ميزانية الدولة، يبقى تغيرت، يبقى ما عنديش في سبيل الله اللي هو الجهاد. يبقى عندي اربع مصارف
مش موجودين. الجمعيات الأهلية للأمار وبنك الطعام هتخش بقى للفقير، هتبقى عاملين عليها. لا 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 لا، هتوصل للفقير. الجمعيات الأهلية دي بتوصل للفقير واليتيم وللمديون، يبقى في الآخر هتقول للفقير أو المسكين أو الغارمين، واخد بالك ازاي، أو ابن السبيل، هتقول للأربعة الباقيين. فهمت ازاي؟ لا، العاملين عليها دول لا، ما ياخدوش منها أجر. خطأ خطأ، واخد بالك. الحاجات الأهلية دي المفروض ان اللي يتعامل بيعمل فيها بيعمل من باب التبرع، من باب التبرع، لان ما حدش وظفه. واضح؟ ما حدش وظفه غلط. العاملين عليها يعني من قبل الحاكم، الحاكم هو اللي وظفه وبقى ليه كادر حكومي، بحيث ان العاملين عليها لو خدوا ياخدوا في حدود التمن مما جمع، فان زاد تتحمل الزياده في الرواتب الدوله، ليها نظام. فهمت بقى؟ لكن العاملين عليه هو اللي عامل نفسه، هو اللي بيقدر لنفسه وياخد يغرف، يبقى كده بيخون الامانه. واخد بالك؟ فاحنا لا نجيز هذا، وان كان بعض الفقهاء قد يجيزون لهم، لكن انا لا اجيز له هذا. كويس؟ الا ان كان فقيرا فلا ياخذها بنفسه، بل ياخذها بقسمه غيره حتى لا يتحيز لنفسه. واضح؟ لانه مؤتمن. فلازم الانسان من كان فقيرا فليستعفف، فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. فالخلاصه ان احنا المصارف الثمانيه تقلصوا الاربعه. بقى الغارم اللي هو المديون، والفقير والمسكين وابن السبيل. خلاص خلصنا، بقت هي الاربعه. فزكاة الفريضه لازم تروح لواحد من الاربعه. افرض ان انا حطيتها لواحد طلع مسيحي، وجب علي اخرجها مره اخرى لانه مش مسلم. حطيتها وانا ما كنتش عارف الحكم، كنت بصلي في الجامع، قالوا فلان مات مين يجهزه وفقير، فانا كنت في جيبي زكاة المال، قلت لهم بيتجهز بكام، قالوا لي ب 2000 جنيه قلت لهم خدوا، وانا ما اعرفش ان كده ما تنفعش، فاكر ان دي مصرف. فجيت رحت مسجد الاشراف، لقيت الشيخ قاعد بيقول ان لابد ان يبقى مسلم حي، ما ينفعش ميت، واخد بالك، يبقى اروح مخرجها تاني لاني ضامن. لا، ما هو غارم يسدد ديونه مش يجهزه. ما هو يبقى يسدد ديونه، لكن ما يحطهاش في الكفن ولا في أجرة المغسل ولا في العربية اللي هتنقله. لو هو كان ميت وغارم عليه ديون، يسدد ديون الميت ده، يبقى غارم. فهمت بقى ازاي؟ دخل في الغارمين، لكن ما يجهزوش بيها. فهمت بقى المسألة؟ طلع مسلم قادر، مش فقير ولا غني، لكنه هيئته رصة فافتكرته فقير، وهو بخيل وعنده فلوس قد كده، يبقى وجب علي اخرجها مرة تانية. فهمت بقى المسألة؟ اخرجتها لمسلم حي قبل اواني خروجها، يعني انا يحول علي الحول في رمضان، فانا اخرجتها لجاري الفقير ده في رجب، جاء في رمضان مات، وجب علي اخرجها مرة اخرى. كل دي تفاصيل لازم ابقى عارفها، لان انا واجب علي اخرجها في رمضان، انا خرجتها مقدم، يجوز اخرجها مقدم، بس خدها وساعه وقت وجوب الاداء لقيته مات، يبقى واجب اخرجها مره ثانيه. واضح؟ فهمت القصص دي كلها؟ دي مهمه الحاجات دي. دي في زكاه، في صدقه الفريضه او المنذوره. المنذوره برضو وجب اخراجها لو وقعت في غير مصرفها، لان انا نذرت ان انا اديها الفقير، فان اخطات وديتها الغني، يبقى وجب اخراجها مره اخرى لانها منظوره. فاهم؟ انما صدقه التطوع خلاص بقى، انت ونصيبك وقعت في غير مستحق ومش مستحق، انت بتعملها لله وما تفرقش معاك. زي الراجل ده، الراجل ده كان صدقه التطوع، بدليل انها لما وقعت في يد غير مستحقين ما كررهاش المره الرابعه. فكونه ما كررهاش المره الرابعه يبقى دي عرفنا على طول انها صدقه نافله وليس صدقة فريضة. فهمت بقى بدقة الحديث عشان تفهم القصة ماشية ازاي؟ ولا هي كانت صدقة منذورة؟ ومش عايزين أسئلة دلوقتي عشان ورانا ختمة، احنا قاعدين مع بعض معتكفين بقى، نبقى نعيش مع بعض بالنهار، بالليل نخلص الدرس ونخلص. يؤخذ ذلك من إعادة الصدقة لما سمع أنها في غير مستوجب لها،
اللي هو عشان تخيره، ولا تخلو الصدقة أن تكون فرضا فاستئنافها أوجب، لأنه إذا أعطى شخص صدقته مجتهدا ثم ظهر له بعد أنها في غير مستحقها وجب عليه بذلها يعني مرة أخرى. وإن كانت تطوع فإعادتها مستحبة بس مش واجبة، إلا أن يكون نذرها للمساكين فعليه واجب إعادتها. عارف أنت في الكاميرا الخفية جابوا مرة إيه واحد عامل نفسه شحات فيقعد يشحت، وبعدين واحد يديله جنيه ولا 2 جنيه، وبعدين هو بقى ياخد الاتنين جنيه يطلع المحمول قالوا مراته في النادي اتغدوا النهاردة، فعارف أنت في الكاميرا يوم التاني اللي طلع السرقة إذا إيه مش مستحق يتخانق معاه بعدهم يقولوا دهانية مش كده بتحصل كده. لكن في الحالة دي الأحسن ما تاخدهاش، لا تعود في هبتك. الفقه بيقول لك ايه، لو انت عملوا فيك المقلب ده بتاع الكاميرا الخفية تنك ماشي. ليه؟ لان لا تعود في هبتك خلاص، ان لم تكن صدقة فهي هبة، ولا يجوز المسلم ان يعود في هبته الا ان كان ابنه بس. ممكن تعود في هبتك لابنك لان ابنك ده منك، انما لو مش ابنك يعني لو ابوك حتى ما تقدرش تعود فيه. فهمت ازاي؟ او اي انسان غريب فلا تعود في هبتك، فان لم تكن صدقة فصارت هبة فما تاخدهاش. واضح؟ فدل على ان الناس اللي كانت بتتخانق مع الرجل الفقير ده اللي هي كلها تمثيلية يعني ما كانش فقيه، لان الفقه لو خرج منك حاجة لله خلاص ما تعودش فيه وتندمش. لعله يتوب، لعله لعله لعله، دي الحديث هو بيقول لك اهو ما رجعش بقى وراح اتخانق مع الراجل وقال له يا غني تعال تعال يا زنيه هات الفلوس اللي اديتها، تعال يا سارق تعال يا مجرم، ما عملش كده لانه اصلا بيضعف في يد الله اولا واخيرا. فهمت بقى؟ فالخلاصه يعني انها ايه يستحب اخراجها مره اخرى، لكن ما قالش يستحب ان هو ايه يستبزها من الذهاب، محدش قال الكلام ده، دي بس في الكاميرا الخفيه حصلت من بعض جهلة الناس في الأحكام الفقهية، واخد بالك؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. إلا أن يكون نذرها للمساكين، لو كان بقى نذرها للمساكين فعليه واجب إعادتها حتى يفي. وبقي البحث في هذه الصدقة هل كانت على الوجوب أو على الندب، فالظاهر من الحديث أنها كانت على الندب لكونه بعد الثلاث وهو في كل واحد لم يصيب من فيه لها أهلية تعذب الذي قيل له ولم يعد الصدقة. وفيه دليل على أن الحكم للظاهر حتى يتبين ضده، وأن العمل على ذلك في كل الملل إن تتحكم في الظاهر. يؤخذ ذلك من كونه خرج بالليل ورأى على هؤلاء ظاهر المسكنة فعمل على ما ظهر له من حالهم وأعطاهم الصدقة، فلما تبين غير الذي ظن استأنف العمل ولم يسترد ما دفع. خد بالك، فدي نقطة مهمة، خلاص سيبها بقى لله وبعد كده بتحرى، بعد كده بتحرى وخلاص ما يجراش حاجه، لكن طلع منك ما تاخدهاش تاني لان هي طلعت لله. والراجع في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، ياكل قيئه تاني. شفت الصوره قبيحه، صوره قبيحه، النبي اراد ان يقبح لك هذه الصوره حتى ما تعملهاش ابدا. فلما تبين غير الذي ظن استأنف العمل، استأنف العمل يعني عمل عمد من أول وجديد، هذا معنى استأنف العمل. وفيه تنبيه على أن الذي يخرج الشيء لله صادقا ويكون طيبا، يكون الشيء ده طيبا حلال يعني وهو صادق مع الله، أن الله لا يضيع له ذلك أو لا يضيع له ذلك، وأنه يوقع معروفه في خير مما قدره هو، كما قيل له آخر الحديث لعل لعل لعل. وكان مرة الدكتور علي جمعة حكى لنا زمان قصة عن الشيخ محمد أمين الكردي البغدادي شيخ شيخه الشيخ أحمد مرسي النقشبندي، وأنا كنت أعرف الشيخ أحمد مرسي وكنت أزوره زمان قبل أن يموت حوالي 5 6 سنوات كنت أعرفه يعني، ثم توفي رحمه الله. وكان رجل من كبار الأولياء وكان رجل صالح وكان تلميذ للشيخ محمد أمين البغدادي الكردي، وهو اللي حكى القصة دي للشيخ علي جمعة، والشيخ علي جمعة حكاها لنا بالأسانيد المتصل. واخد بالك؟ حصل إيه بقى من الشيخ محمد أمين الكردي؟ مرة كان ماشي، هو كان إيه ساكن في الجمالية ناحية إيه؟ ورا سيدنا الحسين. فماشي الشيخ ومعاه بعض تلامذته
فلقى راجل سكران بيتطوح، سكران سكر باين. فقام السكران ده قال ايه؟ قال للشيخ اديني بريزة. عارف بريزة دي زمان يعني ولا 1000 جنيه، يعني ليك انك تعرف ان كان بعض الناس بيشتغل في الشهر بشلن، يعني اجرته في الشهر شلن، شلن يعني نص البريزة. فقام قال للشيخ ايه؟ تديني بريزة، وهو سكران طينة بيتطوح. قام الشيخ على طول حط ايده وجيبه وداله البريزة. تلمذت الشيخ بقى، ايه ده؟ ده سكران ميت تديله وبريزة؟ الواحد فيهم يمكن كان حاطط في جيبه قرش قرشين. البريزة دي حاجة مبلغ كبير ساعتها، ياما يعني كان سنة مثلا كام؟ 20 سنة 20 19 21 24 كده يعني 1900 يعني. ليك تعرف ان كانت مثلا العربية المرسيدس موديل السنة ب50 جنيه فول اوبشن ساعتها، عشان تعرف البريزة دي تبقى ايه يعني. فالمهم الشيخ ادى البريزة للراجل، تلمذته قالوا له ايه مولانا بس اللي ده راجل؟ قال لهم هو اذا قصدنا انسان لا نخيب رجاء، احنا تربينا على كده، من يقصدنا لا نخيب رجاء. مر يوم اتنين تلاتة بس لقوا الراجل السكران ده جاي فايق وبيدور فين الشيخ اللي اداله البريزة. قالوا له ده بيقعد في الجامع الفلاني اللي هو المدفون فيه حاليا، واخد بالك؟ فالمهم دلوه على الجامع، دخل في صلاة الظهر، فين الشيخ اللي اداني البريزة من كام يوم؟ قالوا له عايزه ليه يا تلامذته اللي كانوا حاضرين الموقف، شافوا الراجل قاعد فيه. فقال لهم لا انا عايزه هو شخصيا. قالوا له هيصلي بينا الظهر، اقعد اتوضى بس واستنى، واما تصلي الظهر هتلاقيه هو اللي بيصلي بينا. بعد صلاة الظهر قال له يا عم الشيخ البريزة بتاعتك دي اللي اديتهاني دي انت كنت قاري عليها ايه؟ انا خدتها واديتها لياني عشان اذكر كل ما اشرب بق خمره اتقايا، لما كرهت الخمره وتبت الى الله وانا جاي بقى عايز الازمك. فشوف بقى صدق النيه خلت الصدقه للذي حتى لا يستحق بها، كانت سبب ان الراجل تم الخمر. دي قصه واقعيه حصلت بالاسانيد المتصله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه؟ تعرف انك انت اعمل الخير وارميه البحر، زي ما يقول المصريين ليهم مثل يقول لك اعمل خير وارميه البحر، وسيبه بقى انت ما تعرفش ربنا هيطلع منه ايه. فده الخلاصه يعني. طبعا لو عيال محنشطه زي الوهابيه دلوقتي جاء له واحد سكران بس ويقول له اديني بريزه هتديله قلمين يفوق. ليه؟ ما عندهمش بقى حكايه الجانب الرحمه اللي هو عند المشايخ المربين، صح ولا لا؟ لو يمكن كمان يقيم عليه الحد ويجلده 80 جلد، واخد بالك؟ كل شيء جايز. لكن شوف المشايخ اللي تربوا بالرحمه، كان ربنا يخلي يبارك في اعمالهم لدرجه ان الراجل ده عاش طول عمره مع الشيخ ملازم له بقية عمره، وصار بعد ذلك من الناس الصالحين وإيه وابتعد عن الطريق. كل ده بسر بريزة إداها له وهو سكران، شوف قد إيه. فدي كلها رحمات. فالخلاصة يعني هو عايز يقول لك الشيخ كده إن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. أنت طالما بتعملها لله ما تخافش بقى، أنت ارميها في أي أرض وما تعرفش الأرض دي هتنبت إيه فيها. فهمت؟ ولعل في كل موضع مما قيل له ليس على بابها بل هي واجبة على المشهور من الأقاويل، لأن هذه إخبار من الله واختيار له من الله سبحانه وتعالى بحسن نيته، ولا يقع بها للفاعل تسلية إلا أن يكون على الوجوب. ومثل ذلك ذكر عن بعض الناس أنه خطر له أن يتصدق ب100 دينار لله تطوعا، فجاء لبعض أهل الطريق فقال له يا سيدي دلني على من أعطي هذه الصدقة. عارف 100 دينار دي مبلغ ضخم، يعني الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، ده الدينار. 100 دينار تطلع بقى مبلغ كام؟ يعني دلوقتي الدينار ثمنه حوالي قول 2000 جنيه او 2000 جنيه في 100 يطلع كام؟ يا 200,000 جنيه، يعني قرب الربع مليون جنيه. يعني مبلغ ضخم. انت يوم ما بتصدق وتقول انا تصدقت وتتجدع كده تقول انا تصدقت ب 50 جنيه النهارده. واخد فمثلا، لكن ده شو بقى مبلغ ضخم يعني. فاهم؟ فقال ان هو يتصدق ب100 دينار تطوعا
فجاء لبعض أهل الطريق فقال له يا سيدي دلني على من أعطي هذه الصدقة، فقال لو أخرج غدوة النهار يعني بعد صلاة الفجر على باب المدينة فأول رجل تلقاه فأعطيها إياه. ففعل الرجل، فلما أن خرج كما أمره به فأول رجل لقي بعض الذين كانوا يوصفون بالدنيا وعليه أثره، لقى واحد لابس لبس شيك كده وشكله كده يعني من هيئته إنه من أهل الثراء يعني، فقال بقى حديله ده، بس برضه الشيخ قال لي، فغلب كلام الشيخ وراح مديهم له برضه، وقال والله لمشي وراء رأبه أشوف إيه حكاية الراجل ده كويس. فقال في نفسه وكيف أعطي صدقة لغني، ثم قال الشيخ أعلم مني، فدفع له المال. فلما دفعه قامت النفس معه، نفسه ما رهدتش، قال له برضه امشي وراه شوفوا ايه حكاية الراجل ده اللي انت اديته 100 دينار ده، انت مديله ربع مليون جنيه هيتصرف فيها ازاي ده كويس. فلما دفعه قامت النفس معه يعني نفسه ما استريحتش، فقال في نفسي وكيف أعطي صدقة لغني، ثم قال الشيخ أعلم مني، فدفع له المال. فلما دفعه قامت النفس معه فقال والله لا أتبعنه حتى أرى ما يفعل، فاتبعه من البعد، ابتدى يراقبه كده زي المباحث والمخابرات واخد بالك من بعيد لبعيد كده، حتى رآه قد دخل خربة، لقى دخل إيه خرابة، فلما دخل رمى فيها من تحته بشيء، يعني كان لافت حاجة تحت ثيابه كده فراح دخل الخربة ورمى حاجة ومشي. فنظر ذلك الشيء الذي رمى فإذا بها دجاجة جيفة، دجاجة ميتة يعني، ثم اتبعه بعد كده حتى دخل داره، فاستمع من خلف الباب فسمعه يقول لعياله افرحوا فقد فتح الله لكم، وأخبرهم الخبر وسمع فرحهم. ثم خرج إلى السوق واشترى لهم طعاما ورجع معه حتى سمع فرحهم بالطعام فتبين له فاقتهم، فلم يقنعه ذلك حتى خرج الرجل فأقسم عليه وسأله حاله، فقال له إني كان لي 3 أيام ما منا من أكل طعام لنا ولأولادي، وما عندنا شيء نبيعه إلا هذه الثويبات التي تستر بها حالي، ما عروش إلا ثوبه وعياله اللي عليهم ثوبهم بس ما عروش يبيعه، وبقالهم 3 أيام ما كلوش، حالي عن الناس. فخرجت لعلي أجد شيئا أتسبب لهم فيه، فلقيت تلك الدجاجة التي رأيتني رميتها، فقلت الحمد لله هذه نتبلغ بها اليوم، لأن يجوز أكل الميتة للمضطر لما يمر عليه 3 أيام ما كلش يجوز بقى ليه أكل الميت، لأن بعد 3 أيام يضعف ضعف شديد بقى يغمو عليه مثلا كويس. فهو لما خرج بقى له 3 أيام لا هو ولا عياله كلوا، قال خلاص الميت حلال فرح خده. فخرجت لعلي أجد شيئا أتسبب لهم فيه، فلقيت تلك الدجاجة التي رأيتني رميتها، فقلت الحمد لله هذه نتبلغ بها اليوم ولغد بها اليوم ولغد ولغد فرج أو بكرة يعني ليه رزق تمام. فأنا راجع بها، وهو راجع بقى بالدجاجة دي قبله اداله 100 دينار، فراح رمى بقى الدجاجة لأن لم تحل لها الميت صار غنيا. فأنا راجع بها وأنت قد دفعت لي ذلك المعروف، فحرمت الميت علينا فرميتها، فسر الشخص بذلك وعاد إلى الشيخ وأخبره، فقال يا بني هذه سنة الله في من تصدق في من صدقه هو عز وجل، ينظر إليه خير الأمور وأحسنها، وفيه دليل على بركة التسليم والرضا. يعني ما تاخدش برضو الناس بمظهرها قوي، يعني ممكن واحد مظهره غني ويطلع عليه ديون قد كده، ركبات ديون قد كده، فهمت؟ وفيه دليل على بركة التسليم والرضا، يؤخذ ذلك من كوني في كل مرة خاب سعي على جري العادة ولم يضجر ورضي وسلم وأعاد المعاملة فعقبه ذلك تلك البشارة. يعني هو لكمال رضاه بقدر الله ما قالش والله ما هتصدق تاني دي البلد دي ما يستحقوش صدق، لا هو اعتبر ان ده قدر الله وامتحان فرضي وسلم ثم تصدق مرة أخرى لأنه يريد وجه الله لا يريد الخلق. وفيه دليل على أن غلبة الشح في الغالب من الأغنياء، يؤخذ ذلك من كون أحد الآخذين غنيا وأخذ تلك الصدقة وهو غير أهل لها، فلولا زيادة الحرص فيها ما اجتمع المال لهم في الأغلب منهم. وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون لا تقطع الخدمة وإن ظهر لك عدم القبول أو تحققت
يعني انت بتصلي بقالك سنين بتصلي وقلبك ما نورش، تقول لا لا الصلاه ما جابتش النتيجه بقى اقطعها، لا استمر حتى لو قلبك مظلم مالكش دعوه، سيبها على الله. فهمت؟ قاعد بقالك بتعمل عمل الناس الصالحين بقالك سنين وحاسس انك انت لم ترتقي الدرجات اللي انت بتسمع عن الصالحين يرتقوا فيه، وشايف انك انت في حجاب شديد، برضو داوم الخدمة بالرغم الحرمان، داوم الخدمة لا تقطعها. فهمت ازاي؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني المداومة. احب الاعمال عند الله ايه؟ ادومها وان قل، ده المعنى. وفي دليل لأهل الصوفة الذين يقولون لا تقطع الخدمة يعني العبادة، وإن ظهر لك عدم القبول أو تحققته فليس للعبد بد من خدمة مولاه، فبدوام الخدمة يرجى القبول. ولذلك يذكر عن بعض بني إسرائيل أنه كان فيهم عابد عبد الله سنين، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان قل لعبدي فلان يتعبد ما شاء هو من أهل النار، فوجه إليه فأخبره فقال مرحبا بقضاء ربي، ثم رجع إلى منزلي وزاد في تعبدي أضعاف ما كان قبل ذلك، وقال يا ربي كنت أعبدك وأنا عند نفسي أني ليس في أهلي لشيء، فكيف الآن وأنت قد مننت علي وجعلتني أهلا لنارك وذكرت اسمي عند نبيك؟ يبقى أنا محل نظرك، طالما أنا محل نظرك يبقى ذكر يكفيني، يكفيني انك انت ذكرتني على لسان نبيك، دي في حد ذاتها اجره كبيره. كويس؟ وقام في التعبد وازداد خيرا، فاوحى الله لذلك النبي ان قل له يفعل ما شاء هو من اهل الجنه لازدرائه بنفسه، لاحتقاره نفسه يعني. وقال بعضهم لئن اردتم مني السلو عنكم فليس لي منكم بد وان ابعدتم. وهنا بحث، وعشان كده يقول لك من داوم قرع الباب أوشك أن يفتح له الحجاب ويكشف له الحجاب، مش كده برضه؟ من داوى قرع الباب أوشك أن يكشف له الحجاب، كلام الأولية يعني، اللي هي معناها أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي بعض الناس المريدين ياخد طريق على الشيخ ويقول لك أنا مواظب على الورد بتاع الشيخ ده بقالي سنين ولا فتح علي ولا حاجة، يدور على شيخ تاني. وبعدين يدور على شيخ تالت، وبعدين يدور على شيخ رابع. يعني لو على شيخ سادس يفضل طول عمره قاعد ايه؟ يقف على البيبان ما بيثبتش، يوم على ما يسيب الطريق ده يكون الباب ده اتفتح للواقف ويروح لباب لسه مقفول، يقعد ياخد الطريق ده يزهق يروح سايبه، سابه الباب تاني الباب ده اتفتح بس ما كانش واقف قدامه، فيفضل على طول كده يعبد من وراء حجاب. فاثبت على ما فتحه الله عليك يفتح الله لك الباب، الباب ادي المعنى. اذا لزمت بابا فلا تتركه، باب من عبادة يعني، من باب من ابواب الخير يعني. فان الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا عملكم. وهنا بحث، وهو لما كرر في الاخرة الحمد على الثلاثة والحمد منه على كل واحدة قد وقع، فهو قد حمد على النازلة الاولى والثانية، فذلك مبالغة في الرضا والتسليم. فقوة كلامه يعني مفهوم الكلام يخبر كأنه يقول قد فعلت في الأولى معي كذا وكذا وحمدت ورضيت بحكمك، ثم في الثانية كذا وإني لا أريد مع مخالفتك ما أختاره أنا إلا الرضا والحمد والتسليم، لا أتغير عن ذلك مع تكرار حكمك بما شئت، فمنك الحكم ومني الرضا والتسليم. فجاءه من أخبره بذلك الخبر، وبقي البحث من المخبر له وفي أي العالم، فالظاهر والله أعلم أنه في عالم الحس، فلعله ملك من الملائكة، لأنه كثيرا ما جاء أن الملائكة كانت تكلم بني إسرائيل في بعض النوازل، تكلمه في صورة بشر يعني. وانت عارف الملك اللي قال للرجل الأقرع، واخد بالك ازاي، وقال له انت عايز ايه؟ قال له عايز ايه؟ ان انا ابقى جميل الصورة، وراح تاني الواحد اعمى، واحد راح تاني الواحد اجرب، وبعدين بعد كده واداله مال، وبعدين رجع لهم بعد كده لكل واحد في صورة، في صورة، فراح للأقرع بعد ما زال قرعه وصار غنيا في صورة رجل مسكين أقرع، يقول له اديني صدق وبحق ايه شعرك الجميل ده، يقول له ده انا ورثته كابر عن كابر، طلع اونطجي. فهمت ازاي؟ يعني كانت الملائكة بتيجي في الأمم السابقة في صورة بشر تكلم الناس تعلمهم وتعظهم، ادي المعنى. فربما يكون ملك برضه هو اللي جاله فسر له هذا.
كانت الملائكة كانت تكلم بني إسرائيل في بعض النوازل، لا تكلمهم طبعا في صورتين من الملائكية، ولكن في صورة مثال يعني. وفي الأخبار من ذلك كثير، ومن أرسل إليه من الصالحين بما قيل له في النوم أو ليأخذ أن يخبره بذلك، أو بعض الأنبياء في وقت، لأن في قوله فأتى فأتي دليل على أنه مرسل إليه من قبل الله. وفيما قيل له في حق الزانية لعلها أن تتوب على الوجه الذي ذكرناه أولا، فإن توبتها على يديه خير له من الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن بعض الزناة قد لا يحملها على ذلك الفعل إلا قلة ذات اليد والحاجة وعدم الصبر على ذلك، فمثل هذه إذا وجدت شيئا يقوم بها كفت بخلاف التي تفعل ذلك لغلبة الشهوة في ذلك الشهر. وكذلك الجواب على السارق والخير فيه أعظم، لأنه يكف ضرر عن المسلمين. وأما الغني فالبحث فيه مثل ذلك، غير أنه يكون أيضا خيره متعديا، والخير المتعدي أفضل. وفي دليل على أن جميع متاع الدنيا هبة من الله لعباده بغير حق، يؤخذ ذلك مما قيل له فينفق مما أعطاه الله، فجعل ذلك عطية خالصة، وهو مذهب أهل السنة وهو الحق. أنفقوا مما آتاكم الله، يعني هو المال مال الله، جعله في يدك، فعليك أن تنفقه على وفق مراد الله. وفي دليل على فضل هذا المتصدق، يؤخذ ذلك من أنه جمع في أمره بين الحقيقة والشريعة. فأما الحقيقة فإنه لما تصدق كما تقدم ولم يوافق القدر اختياره، الحقيقة أوجبت لي أنه يحمد ويسلم، فهذه الحقيقة، سلم الأمر لصاحبه سبحانه. وأما أداب الشريعة فكونه أعاد فعله للسرقة، لأن يستحب أن يخرج مرة ثانية لمن يستحق، فكونه أعاد فعله للسرقة أعاد فعله للسرقة ثانية، فعل ذلك ثلاثة، كل مرة يجمع بين الحقيقة والشريعة، فهذه أعلى الأحوال على ما تقدم في غير ما موضع، من الله علينا بها بلا محنة بمنه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الحديث 72، حديث صدقة المرأة من مال زوجها، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فرج عنا وعن سائر المسلمين كل كرب وهم ومرض يا رب العالمين، برحمتك وفضلك وكرمك، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، وأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.